السلام عليكم. اليوم غادي نشتغلوا على الصفحه 127 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي دو لا 6e اني دو لونسيونمون بريمير. Nous avons la deuxième séance de lexique. On va commencer par je m'entraîne. La première question relie ce qui va ensemble. Et dans le rapport كل كلمه مع الموافق ديالها عندنا هنا او ou bien l'eau, le ma, عندنا هنا le vent, الرياح, عندنا le pétrole, الوقود, عندنا soleil, الشمس. إذن l'eau هذه ربطوها مع باغاج, يعني الماء شكون اللي كيقابلو هنا السد باغاج. Le vent, الرياح, يعني هذه ربطوها مع les éoliennes, éoliennes, هذوك التوربينات ديال الرياح. عندنا le pétrole مع central thermique, وعندنا soleil مع plaque solaire. هاد لي بلاك سولير هما هادوك اللوحة الشمسية اللي كتستقطب لينا الشمس. وعندنا سونترال تيرميك سيتادير الطاقة الحرارية. إذن هاد البروميير إكزيرسيس أو بيان لو بروميير إكزيرسيس. إذن غنتاخدو الدوزيام إكزيرسيس. Relie chaque mot à sa définition. Idem, غادي نقراو بعدا هاد لي ديفينيسيون ونعرفو التعريف ديالهم شنو كيعني. عندنا ديسبوزيتيف غولاتيف كي برودوي دو ليكتريسيتي. إذن الجهاز الذي يقوم بإنتاج الكهرباء. إذن هو توربين. إذن هو توربين هو اللي كينتج لينا, هو الجهاز الذي ينتج الكهرباء. عندنا هنا ensemble de fils servant au transport de l'électricité. إذن مجموعة من الأسلاك تستخدموا لنقل الكهرباء. دونك هما لي كابل إلكتريك. لي كابل إلكتريك يعني الأسلاك الكهربائية. كي بو إتر رونوفلي رابيدمون, هي التي تتجدد بسرعة. إذن هي الرونوفلابل المتجددة. رونوفلابل. انتربتور الكتريك يعني قاطع كهربائي او مبدل كهربائي, والديجانكتور اللي كيكون عندنا في المنازل ديجانكتور. هنا ديسبوزيتيف كي برودوي دو ليكتريسيتي غراس فون, اذا هو الجهاز الذي يولد الكهرباء بفضل الرياح او من الرياح. دونك هم هادي قابلو هنا ايوليان, هذوك التوربينات ديال الرياح ايوليان. Ouvrage stockant l'eau sur un cours d'eau. إذن هو الذي يستطيع تخزين المياه في واحد المجرى مائي. إذن هو غادي يقابلو الباراج يعني السد. إذن السد هو اللي كيخزن المياه. هنا عندنا كومبستيبل نوار يعني واحد الوقود اللي هو أسود يعني ويل ويل داك الفحم. أو إذن غادي ننتقلو للتخوازيام كيستيون. دون لي نون دو دو باراج ماروكان. اذا تعطي جوج ديال الاسماء ديال السدود اللي كتعرف المغربيه. حنا ما عندناش غير جوج في المغرب, كاين يعني مجموعه من السدود في المغرب, منهم سد الوحده اللي كيتعتبر اكبر سد في المغرب وثاني سد في افريقيا الموجود في اقليم وزان. كاين سد محمد الخامس التوريت, كاين سد ادريس الاول, كاين السد ديال بين الويدان اللي في ازيلال وهذا بين الويدان, وكاين السد ديال المنصور الذهبي هذا موجود في ورزازات, وكاين السد ديال واد المخازن موجود في القصر الكبير يعني في الشمال. اذا حنا غنقتصروا على جوج. هنا ذكرنا السد ديال المنصور الذهبي موجود في ورزازات, وهنا السد ديال بين الويدان الموجود في ازيلال. اذا غادي ننتقلوا للكاتريام كيستيون. Complète le texte avec les mots suivants. إذن عندنا واحد الستة ديال الكلمات هنايا غادي نكملو بهم هاد لو بتي تكست. إذن عندنا هنا دونجي ديستيني, يعني هنا دونجي سيتادير الخطر. إلكتريسيتي كهرباء. إلكتريك فويي أفونتاج. الفويي هما المنازل, الأفونتاج هما الإيجابيات, سي لو كونتخيغ دو لي زانكونفينيون. Grâce à l'invention de, إذن بفضل اختراع
de l'électricité. L'électricité, les conditions de vie des hommes se sont améliorées. إذن المعيشة ديال الإنسان تحسنت بفضل اختراع الكهرباء. L'électricité est d'abord destinée au confort de vie. إذن تهدف الكهرباء في المقام الأول إلى توفير الراحة, le confort de vie في الحياة. Elle est donc utilisée dans les foyers. إذن كتستعمل في المنازل ou dans les usines في المعامل. En effet, une multitude d'appareils, إذن هناك مجموعة multitude من الأجهزة الكهربائية électrique ménagère ou industrielle, يعني الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الصناعية اللي كتكون في les usines في المعامل, a été fabriqué dans le but de rendre notre quotidien plus facile et plus pratique. إذن هاد الأجهزة كاملة تخترعت وتوجدت الهدف واحد هو أنها ترجع الحياة ديالنا سهلة جدا وعملية أكثر. Les avantages, إذن عندنا هنديرو الكلمة هنا, les avantages, إيجابيات de l'électricité sont surtout en matière de confort. إذن الإيجابيات ديال هاد l'électricité, خصوصا في الراحة ديال الإنسان, le confort, de sécurité, وكذلك في الأمن, كنت تستعمل في أنها تأمن الإنسان, de santé et de loisir, والصحة, وكذلك في الهوايات. Toutefois, l'utilisation de l'électricité, ولكن مع ذلك, استعمال ديال الكهرباء ne manque pas de risques et de dangers. ولكن استعمال الكهرباء لا يخلو من الخطر والمخاطر. إذن غادي ننتقلوا للجومي فالو. رولي لي ريسورس و تيب دينيرجي كيل برودويز. إذن غادي هنا عندنا واحد لي ريسورس, واحد ريسورس, واحد الموارد, وغادي نربطوهم مع الموافق. عندنا الغاز, الغاز, لو فون, الرياح, بترول, وقود, سولاي, الشمس, وي, هذاك الفحم, الشاربون, ديجا شفناه, يورانيوم, لورانيوم. إذن هنا عندنا لي زينيرجي رونوفلابل, الطاقة المتجددة, يعني هذه ديجا شفناها, الطاقات المتجددة بحال الرياح, الطاقة الناتجة عن الرياح, والشمس, لينيرجي فوسيل, الطاقات الحفارية الموجودة في باطن الأرض بحال الغاز, بحال البترول. وعندنا لي زينيرجي فيسيل, هذه اللي جديدة عليكم. لينيرجي فيسيل هي الطاقة الانشطارية. إذن هنا عندنا الغاز كيكون في لينيرجي فوسيل, يعني هو طاقة حفرية. وعندنا هنا لو فون, الرياح هي من لينيرجي رينوفلابل, الطاقة المتجددة اللي كنا شفناها في التكست. وعندنا البترول هو كاين في لينيرجي فوسيل, الطاقة الحفرية. وعندنا السولاي, يعني انرجي تاهي رينوفلابل مع الرياح, تاهي طاقة متجددة. عندنا وي هي من لينيرجي فوسيل, الطاقة الحفرية. لو شاربون تاهو من لينيرجي فوسيل. وعندنا اورانيوم هو الوحيد اللي هنايا في هاد ليكزيرسيس اللي كيتعتبر من لينيرجي فوسيل, سيتادير الطاقة الانشطارية. إذا ننتقلو لدوزيام كيستيون. باغ لو مو انتخي, إذن غادي نشطبوا على الكلمة داخلة دون شاك لين. إذن في كل سطر غادي عندنا كلمة داخلة, ما خاصهاش تكون عندنا هنا. التلفزيون, يعني واحد التلفاز. ماشينة لافي, يعني ماكينة ديال الصابون. لافيزيل, لافيسيل, لافيسيل سيتادير الماكينة اللي كتغسل الأواني. إذن عندنا هنا فيلو. إذن فيلو هي الكلمة الداخلة, هادو سوسون دي ماشين, هادو بربعة وبيان بثلاثة, سوسون دي ماشين اللي كيخدمو بالإلكتريسيتي. إذا فيلو هي كلمة داخلة, مخصهاش تكون. بي لو الماء وبيان أو, توربين باغاج يعني السد, فون الرياح, إلكتريسيتي. إذا هنا كنهضرو على واحد المحطة اللي هي محطة مائية, حيت عندنا السد, عندنا الماء, عندنا لي توربين, عندنا الكهرباء, الالكتريسيتي, يعني كتنتج لنا هنا. هنا كنهضروا على محطه مائيه,
إذن الريح ما عندها لاش تكون. إذن لو مونتخي هنا هي لو فون، الرياح ماشي لو لو فون. عندنا هنا لو فون، لي بالم، لي بالم هما دوك المروحات، جينيراتور مولد كهربائي، ولو والماء. إذن هنا كنهضروا عاوتاني عندنا مادام عندنا لي بالم هاد المروحة وعندنا الرياح والجينيراتور، إذن كنهضروا على واحد المحطة اللي هي ريحية. إذن الماء هو لو مو انتخي، لو هو لو مو انتخي. وبهذا غادي نكونوا سالينا الصفحة 127. إذن أودعكم حتى نلتقي في حصة وفي درس جديد بإذن الله.